السلام عليكم. يعني كل شيء شاف أنه في التكوين المهني كاين عدد كبير وحصة الأسد فيها وهو ديال جيستيون زونتربريز، يعني بزاف 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 ديال الناس دافعين لجيستيون زونتربريز، يعني عدد كبير، أرقام خيالية بالنسبة لهاد جيستيون زونتربريز. هنا السؤال اللي كل شيء كيسولو، يعني علاش هاد الشيء كامل؟ علاش بنا مثلا جايب 19 18 ودافع جيستيون زونتربريز في لو اف بي تي وشاد معنا السهم؟ هذه النقطة الأولى. علاش كلشي دافع لجيستيون زونتربريز؟ العلميين الأدبيين كلشي مجموعين بهاد الشعبة هذه، وعلاش بالضبط هاد الشعبة تاع جيستيون زونتربريز؟ يعني هاد الشعبة واش عندها آفاق ولا سامعين على شي حاجة؟ شنو هو يعني لوبجيكتيف من هاد الشعبة هذه؟ اليوم غادي نشوفوا هاد جيستيون زونتربريز والبلان ديالها كيفاش داير. بالنسبه يعني قبل ما نبداو، كاينه صندوق الوصف واحد كونت بونكير ديال القناه، يعني هي خاصه بالمصاريف ديال القناه بالنسبه للتصوير، باش تكون كاليتي ديال التصوير مزيانه والماتريال ديال التصوير، لانه هاد القناه ديال ولاد الشعب باش كلشي يستافد فيها، وحنا راه مستمرين ان شاء الله في المحتوى. كاينه قناه ايضا، كاينه قناه تاع تيليجرام فيها الدروس ديال جميع الشعب، خدامين مازال فيها. كاين مجموعه ديال الواتساب حتى هي ديال التكوين المهني، وكاين الواتساب ديالي اللي بغيت يتواصل معايا وعندي شي سؤال او اي حاجه، يعني نحن في الخدمه. جيستيون زونتربريز هي الاكثر طلبا في سوق الشغل، يعني بكل بساطه اي كونكور كيكون دي كونكور، سواء تبع القطاع العام او شبه العام، لي كونكور كتلقاو فيهم بزاف طالبين واحد العدد كبير تاع جيستيون زونتربريز. واهم البوستات اللي كيحلموا بهم الشباب انهم يخدموا فيهم طالبين جيستيون زونتربريز، سواء في الابناك، سواء في التمويل الاجتماعي، سواء في لي زامبو او اي اداره الجماعات، يعني اي اداره تبع الدولة، يعني القطاع العام او شبه العام، كيطلبوا هاد الدبلوم هذا، يعني اضافة الى الاجازة او الدوغ او الماستر، يعني ضروري كتلقى معاه هاد الدبلوم هذا. داكشي علاش الاغلبية كيديروا، يعني علاش صحاب 19 كيديروا؟ لانه الناس حاطين اهداف ديالهم من الاول، يعني في الاول واحد يعني حاط انه باغي يخدم في بنكة. الا باغي يخدم في بنكة اشنو خصو يدير؟ خصو يدير كلية الاقتصاد ويدير ديبلوم تاع جيستيون زونتربريز. يعني بكل بساطة هذه هي استراتيجية ديال الناس الناجحين اللي حاطين الهدف تاعهم وغادي يتقاتلوا حتى يوصلوه. بالنسبة للناس اللي تقبلوا في هاد الشعبة هادي، يعني ما تضيعوش هاد الفرصة هادي. بالنسبة للناس اللي دايرين شعاب اخرى، يعني ما فيها بس ما فيها بس باش ما تضيع الوقت وكل شيء، دير لك شعبه اخرى حتى هي فيها افاق ورزاق عند الله، وما تعرف كل واحد شنو كتب ليه الله. اللي عنده شي سؤال او اي حاجه يخليها في التعليق، كنقراو كاع التعليق. تحياتي لكم.